500 بندورة، 500 بندورة، 5005. مشكلتان تتعلقان بأسعار الخضار يشكو منهما المواطن هذه الأيام، ارتفاع الأسعار الجنوني والفارق في الأسعار بين المناطق. شو رأيك بفرق الأسعار بالخضرة بين منطقة والتانية؟ تفرق كتير أكيد، لازم يكون واحد، وبعدين الأسعار كتير غالية، عم تكون غالية يعني. في فرق بأسعار الخضرة بين منطقة والتانية؟ أكيد بالغربية أرخص ما هون، ليش ما بعرف؟ بعرف هونك أرخص، مثلا جبت الكلمانتين ب 1250، هون حقه 2250. إيه هون في شوي فرق وفي تشكيلة كبير. ليه مبرر تفرق الأسعار بين منطقة والتانية؟ لا بس شو بدنا نعمل، بلد هيك. في ارتفاع الأسعار أظهرت دراسات وزارة الاقتصاد أن السبب له علاقة بموجة أليكسا التي ضربت لبنان ومعه المنتوج الزراعي، فانخفضت الكميات في السوق وارتفعت الأسعار. الفارق في الأسعار بين منطقة وأخرى يظهر بوضوح أيضا، فمثلا السلعة نفسها بالمواصفات نفسها في ثلاث مناطق تتفاوت وأحيانا بنسبة كبيرة، وهذه الصور من طرابلس، صيدا وجبل لبنان خير دليل. أول عامل هو عملية تعريب البضاعة، يعني في بضاعة بتتعرب باب أول أو باب تاني أو باب تالت، هيدا الباب الأول سعره غير الباب التاني أو غير الباب التالت، وعملية النقل من مكان الإنتاج لمكان نقطة البيع، والتالتة هي المنطقة، مستوى المنطقة. طبعا المنطقة بتأثر بالفرق، ولكن بالتوزيع مثلا تنقول البطاطا اللي عم تنزل من البقعة عم بتروح على الضاحية وعم بتروح على طرابلس وعم بتروح على جبال وعم بتروح على كسروين، عم بيكون في فرق فيها، ووقت عم بتكون مثلا زيت النوعية مثلا إذا تنقول باب أول هيدا عم بيكون في فيها فرق. هون كيف فيكن تحموا شوي المواطن من فلتين الأسعار؟ نحن بنحميه بالتعاون مع المواطن. لما المواطن بيشعر انه في عمليه غبن بحقه بتسعير سلعه معينه، انا بتمنى عليه يقدم شكوى على الرقم 1739. سلعه الخضار الصبح بيكون سعرها مرتفع جدا، الظهر بقل سعرها، والمساء او بعد الظهر بينخفض سعرها، لانه التاجر الخضار هي سلعه سريعه التلف. في النهايه المواطن خفير نفسه، واذا ادرك فعلا اهميه هذا الدور تحاشى عده امور. وبحسب الوزاره فان محاضر ضبط تسطر بحق المخالفين ولا اهمال، والدليل انه منذ اسبوع سطر القضاء محضر ضبط باحد محال الخضار المخالفه، والغرامه تتراوح بين 250 ألف ليره لبنانيه و10 ملايين.